فإن ذكرني
زيادة فكرك ترتفع إلى عرش الرحمن وتحيط بعرش الرحمن لهن دوي كدوي النحل يذكرون بصاحبهن يذكر بك أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به حول عرش الرحمن الله أكبر الله
أخي يا جبريل؟ فقال هي للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وصدق الله العظيم حين قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة